وللحديث أكثر عن استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين في الناصرية واستهداف النشطاء ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. أهلا بك معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد علي. بداية، ما هي دلالات تمزيق المتظاهرين في ذي قار صورة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بعد زيارته للناصرية، وما هي الرسائل بطبيعة الحال التي أراد المتظاهرون إرسالها؟ نعم، يعني الرسالة الأولى للمتظاهرين في مدينة الناصرية خصوصا بعد زيارة المدعو حميد الغزي، أولا هي توضح أنه الموقف الصارم والثابت الموحد ضد هذا التحالف اللي حميد الغزي هو جزء أساسي منه، هو التحالف الصدري مع ميليشيات مصطفى الكاظمي. اليوم احنا أهم شيء موجود في بالنا وفي حساباتنا أنه ميليشيات مصطفى الكاظمي ساهمت مساهمة فعالة لخطف الناشطين، لتعذيب الناشطين، بل وشكل حتى فرق اغتيالات الناشطين. أما حميد الغزي اللي هو يمثل التيار الصدري ويمثل شخص مقتدى الصدر في الوزراء والحكومة العراقية، سواء كان في زمن عبد المهدي أو في زمن مصطفى الكاظمي، فإحنا ما ننسى ميليشيات مقتدى الصدر وماذا فعلت. ليس أبان ثورة تشرين، اللي نعود إلى الخلف منذ تأسيس هذه الميليشيات التي كانت تسمى بجيش المهدي عام 2003، وماذا فعلت بالعراقيين، وهي أول من أسست لظاهرة النظام الميليشياوي حين كانت تقتل العراقيين على الهوية. فبالتالي فاليوم الشعب العراقي واعي جدا ومتوحد الآن ضد هذا التحالف المريب الذي أنتجته الآن هذه العملية السياسية، واللي نشوفه الآن تحالف يسعى لتأسيس برلمان، تحالف يسعى لتشكيل حكومة. هذا التحالف سيفشله ثوار تشرين بعزيمتهم وإصرارهم وبثورتهم. هل تعتقد أن الحكومة جادة بالفعل بإنهاء الأزمات التي تواجه المحافظة والبلاد عموما، أم أن ما يجري يعني لا يعدو كونه مجرد لربما تطمينات للشارع لأهداف سياسية لا غير؟ لا، الحكومة لا نثق بها بتاتا، ولا نثق بأي حكومة أفرزتها العملية السياسية التي أسستها الأمريكان، الغزو الأمريكي اللي أسسها. وهذه الحكومة العراقية هذه يعني زورا وبهتانا تسمى بعراقية، هذه حكومة عميلة، حكومة عميلة للأمريكان، حكومة عميلة للصهاينة. الآن اليوم اللي يقود المشروع الصهيوني وبابوي للعراق هو مصطفى الكاظمي، ويسانده وبقوة، ويسانده بقوة السلاح مقتدى الصدر الذي هو الميليشيا الأول في العراق، هو ومن ثم أتباعه ومن ثم أتباع أتباعه. ونحن لا يمكن أن ننتقل كثوار تشرين ماذا فعلت عصابات مقتدى الصدر بنا كثوار تشرين، سواء في النجف الأشرف في عملية جرة الأذن، أو سواء في اقتحام تحرير في بغداد بيوم 27/28/2020، وماذا فعلت عصابات القبعات الزرق، عصابات مقتدى الصدر اللعين بثوار تشرين الأبطال. نحن لا يمكن أن ننسى هذا الشيء، ونحن نبشر الشعب العراقي بأن ثورة تشرين الكبرى على الأبواب، وستكون إن شاء الله في نهاية شهر شباط من هذا العام، ونحن سنقتص من كل القتلة وعلى رأسهم مقتدى الصدر ومصطفى الكاظمي. أيضا بعد أن أصبح الصراع محتدما بين مكونات العملية السياسية على المناصب، هناك من يرى أن الأيام القادمة لربما تشهد انتهاكات أكثر من قبل الميليشيات لإثبات قدرتها على قمع الخصوم، ومن ثم سيكون الثوار هم الضحية. ما تعليقك؟ اليوم كل هذه المتغيرات التي حدثت في العراق هي بسبب ثورة تشرين العظيمة. هذه الثورة هي التي أرعبتهم وشتتتهم، هذه الثورة العملاقة، هذه الثورة الكبرى التي حدثت في تشرين وهي مستمرة وممتدة لحد إن شاء الله أن يتحقق النصر المبين أن هذه الثورة واعية. اليوم الشباب العراقي شباب واعي، نحن نقف ضد هؤلاء الأشخاص، كل هؤلاء، كل أزلام العملية السياسية قتلهم ابتداء من الحكومة الأولى وصولا إلى اليوم مصطفى الكاظمي وما تمثل حكومة عمالة. اليوم الأحزاب تتصارع فيما بينها لأنها عصابات، هذه ليست أحزاب، هذه عصابات كاوبوي، هذه عصابات في قتل الشعب العراقي. هؤلاء اللصوص أتوا للعراق كون العراق بنك كبير
لكي يستولوا على ثرواته، لكي يقتلوا أبنائه، لكي يهجرون العراقيين. هذا المشروع الكبير نحن من تفدينا له بكل شجاعة وبسالة، ومستمرين بالتفدي، ونحن مؤمنين أننا سننتصر، والنصر إن شاء الله بات قريبا جدا، خصوصا بعد ما رأينا مسرحية الجلسة الأولى لهذا البرلمان أهل النار، هذا البرلمان الذي عاد ليتزعمه الفاسد محمد الحلبوسي بمباركة أهل الإشياوي الأول مقتدى الصدر. يعني مع استمرار الانتهاكات ومحاولات الاغتيال ضد الناشطين، هل تعتقد أن الحكومة قادرة بالفعل على إخماد التظاهرات، وما تأثير ذلك أيضا على مجمل الحراك الشعبي؟ الحكومة ستقف ضد أي مظاهرة وطنية عراقية، الحكومة ستقتل المتظاهرين، ستقتل الثوار، لكننا مصممين على النصر. القوات الحكومية هي التي بادرت بقتل الثوار في تشرين، القوات الحكومية هي وعصاباتها التي أرسلت القناصين على أعلى أسطح البنايات ليقتل الثوار في الأول من تشرين. الحكومة العراقية هي التي من قتلتنا بالقنابل الدخانية التي كانت تستهدف الجزء العلوي من أجساد الثوار. الحكومة العراقية والزي الرسمي الذي ترتديه هذه الحكومة هي التي قتلتنا وخطفتنا، هي التي وزعت الدراجات النارية ليتم اغتيالنا بالشوارع، هي التي بعثت لنا القتلة ليخطفوننا ويعذبوننا. هذه هي الحكومة الفاسدة، هذه الحكومة التي اغتصبت نساءنا حينما كانوا يخطفون النساء السائرات في العراق. هذه الحكومة هي التي عذبتنا. نحن سنسقط هذه الحكومة، سنسقط هذا النظام، سنسقط مصطفى الكاظمي، سنسقط عصابات مقتدى الصدر مهما علوا في العراق ومهما تمكنوا في العراق. العراق هذا هو العراق العظيم، لا يمكن أن يقبل أن يزور التاريخ العراقي. نحن لا نقبل أن نورث لأبنائنا وأحفادنا هذا الذل وهذا العار. نعم، إذن نعم. كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد، مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز، شكرا جزيلا لك.